سلمى، أول فقراتنا بمساحتنا الصباحية رح تكون المساحة الطبية، ويمكن أمراض الكلى أو حصى الكلى كتير عم بيعانوا من الناس وخاصة بفصل الشتاء. طبعا هي مشكلة إلى أمراضها المختلفة وأعراضها المختلفة، هي أكثر شيوعا وربما تكرارا عند المريض له سبب بدنا نتعرف عليه ونتعرف على التفاصيل أكيد. وهل النظام الصحي والغذائي أثر بالإصابة حصى الكلى؟ شو الحل؟ الجواب رح يكون مع ضيفنا الدكتور قصي حسن، اختصاصي بأمراض الكلى. يسعد صباحك وأهلا فيك. صباح الخير، يسعد أهلا صباحكم وسهلا. وصباح الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور. يعني بالبداية رح نتعرف على معلومات كتير من حضرتك، ولكن حنروح لنشوف بعض المعلومات بالمادة التالية ومدى صحتها، أكيد نرجع نتأكد من المعلومة الأكيدة معك. مشكلة صحية بيعاني منها الكثير من الأشخاص، هذا الشيء بيرجع لأسباب مختلفة، أهم النمط الصحي اليومي كعدم شرب الماء وبكمية كافية، إضافة إلى عادات غذائية قد تساهم بتراكم الأملاح والمعادن لتتشكل منها الحصى وبأحجام مختلفة. ألم كبير بيشعر فيه المريض، وهون بتبدأ نصائح الأشخاص المحيطين بالعلاج الطبيعي. ومن أهم أساليب العلاج الريحان، يلي بيحتوي على مواد نباتية تعمل على إعادة توازن حمض اليوريك مما يصعب من عملية تكوين الحصى في الكلى. زيت الزيتون البكر، ويمتاز بفوائد صحية عديدة، حيث يعمل زيت الزيتون على تشحيم المسالك البولية ويساعد بانتقال الحصى من الكلى وخروجه من الجسم. عصير الرمان الغني بمضادات الأكسدة، ويلي بيعمل على تقليل خطر الإصابة بحصى الكلى والمساعدة بخروجها من الجسم بحالة الإصابة فيها. خل التفاح يلي بيساهم بتفتيت حصى الكلى بسبب مادة استرات الموجودة فيه. هي أبرز الوصفات يلي ممكن نسمعها من الكثير من الأشخاص، لكن خلونا نرجع للاستوديو لنعرف الجواب الطبي الصحيح مع الدكتور قصي حسن ضمن استوديو صباحنا غير. سلمى، مثل ما تابعنا بالتقرير هيك لمحة عامة عن أمراض حصى الكلى رح نتعرف عليها مع الدكتور قصي. دكتور، أول شيء خلينا نحكي عن طبيا شو هي حصى الكلى وشو السبب بإصابتها، وهي كتير شائعة صار بمجتمعنا. طبعا الحصيات الكلوي مثل ما ذكرت هي مشكلة شائعة جدا، مو بس ببلدنا، ببلدان العالم كلها الحصيات الكلوية. طبعا الأسباب في جلة غير معروف كسبب للحصيات. نحن نعتقد انه يكون الغذاء طبعا والماء له دور فيها، بس هل الشيء ما هو مثبت. الاشياء المثبته انه في عندنا امراض بتؤدي الى تشكل الحصيات، يعني في عندنا غده اسمها جارات الدرق جنب الغده الدرقيه، اذا صار فيها زياده بالنشاط ممكن تشكل لنا حصى بالكلى. في عندنا مرض وراثي اسمه الاوكزالوز، هي كمان ممكن يشكل لنا حصى حصيات اوكزالات الكالسيوم. بس وفي حصيات اسمها كمان حصيات هي وراثي اسمها حصيات السيستين، بتشكل لنا حصيات السيستين. لكن عند اغلب الاشخاص، لانه نحن وقت اللي بيراجعونا المرضى بنعمل دراسه للحصيات، عند اغلب المرضى ما بنلاقي سبب واضح لتشكل الحصيات، ويعتقد انه في مؤهب، يعني في اهبي وراثي لهالموضوع، وراثي لا تنتقل بالوراثة، بس في اهبي وراثي لتشكل الحصيات. والحصيات طبعا بتتشكل كمرض بالحصيات تشكل بالكلية عادة، أول بداية تشكلها بتكون بالكلية، بعدين ممكن بتنتقل عبر طبعا الحالب إلى المثاني بعدين للخروج. والحصيات اللي عندنا هي عبارة عن حصيات أوكزالات الكالسيوم، أكثر شيء بيجي بعدها فوسفات الكالسيوم، وحمض البول عندنا أقل. طبعا هي لها علاقة أيضا بالمنطقة الجغرافية، مثلا عندنا حصيات أوكزالات الكالسيوم أكثر، عند أقوام أخرى ممكن حصيات حمض البول. هي له علاقة مثلا بالمدخول الغذائي، في ناس نباتيين أكثر بياكلوا النباتات مثلا الغنية بالأوكزالات،
في ناس بياكلوا اللحوم اكثر اللي بتكون غنيه بحمض البول، فالغذاء طبعا طبيعه الغذاء له دور بتشكل الحصيات. نعم. يعني دكتور حكيت ومن بداية حديثنا أنه الغذاء كتير مساهم بموضوع تشكل الحصيات، البعض بيرجع الموضوع للمي، يمكن نقاوة المياه، هل إذا الشخص اعتمد بحياته بشكل عام على المياه المعدنية كافي لحتى هو ما يتشكل عنده حصيات، ولا لا كمان في أطعمة مساهمة بشكل كبير بهذا الموضوع؟ لا، كالمياه نحن نتحدث عن قساوة المياه، يعني اذا نسبه الكالسيوم فيها عاليه كثير، وفي بعض عندنا المياه الينابيع بيكون الكلس عالي كثير، هي ممكن تساهم بتشكل الحصيات، لانه الكلس هو احد المكونات الاساسيه للحصيات، فاذا كان نسبه الكالسيوم عاليه فنحن لازم نقول انه هي قساوه المياه غير صالحه للشرب، لانه ممكن تشكل حصيات. عندنا مبدئيا كالمياه اللي عم نشربها، مياه الفيجي هون مثلا بالشام ما فيها القساوه، قساوتها ما كثير عاليه، وبالتالي يعني ما هي مساهمه بتشكل الحصيات. طبعا المياه المعدنية يعني حتى الكالسيوم هو معدن، بس المياه المعدنية ممكن تفيد إذا كان فيها المعادن الأخرى اللي ممكن توقينا من تشكل الحصيات، يعني هي فيزيولوجيا يعني الجسم فيه مواد تمنع من تشكل الحصيات، مثل اللي ذكرت بالتقرير السترات، سترات يعني الليمونات يعني أو حمض الليمون أو حامض الستريك اللي موجود بالحمضيات عندنا، فهي المادة هي السترات ترتبط بالكلس ضمن البول، ترتبط بالكلس وبتمنع من أنه يترسب، فهي بتكون فائده في مفيده في الوقايه، ففي اغذيه مفيده في اغذيه بالعكس ضاره، يعني اذا اكلنا سبانخ، سبانخ فيها اوكسالات كثير، الشوكولا فيها اوكسالات كثير، فهي بعض الاغذيه مفيده، بعض الاغذيه ممكن تساهم بزياده تشكل الحصيات. نعم دكتور، في اجسام قابله للاصابه بحصى الكلى، وهل اذا كان عندك مريض بامراض حصى الكلى في حميه غذائيه معينه، في ممنوع وفي مسموح، في عادات لازم يلتزم فيها؟ طبعا الاجسام كاجسام بحد ذاتها لا، يعني قابل انه مثلا واحد فرضا بدين مثلا بشكل حصيات اكثر من نحيف، لا ما في مثلا هيك، الى علاقه اكثر بالسلوكيات، مثلا بيكونوا قاعدين كثير او بالعكس، يعني بنسميه هو مرض المكاتب، بيضلوا قاعدين، في كمان المرض بيتنقل كثير، معناتها نص الموظفين ولا إيه طبعا ايه، يعني هي مرض المكاتب. لا البعض بيقول لا بيتحركوا كثير، وخاصه ببلدنا في شوب كثير، مثلا المكاتب العقاريه عندنا بيضل داير عم يورجي الناس على العقارات، فهذا بيخسر سوائل كثير وما بيعوض عشان ما يغلوا الاسعار. تمام، فلذلك طبعا نقص السوائل هو له دور، فهي سلوكيات، يعني باختصار اللي ما بيشرب مي كثير ممكن يكون عنده أهبة أكثر لتشكل الحصيات. نعم. يعني كمان دكتور مثل ما حكينا بعض الأجسام يمكن تكون عرضة وبعض الأجسام لا، مثل ما قلت، خلينا نحكي كمان عن المسببات غير النمط الغذائي وغير الشيء اللي الناس بتعرفه، لحتى يمكن اليوم إذا بيقدروا يعرفوا منك معلومة يقدروا يعملوا وقاية لنفسهم من هذا الشيء. تماما. هلأ كمسببات ذكرنا بالبداية، يعني في أمراض وراثية بالوراثة بتنتقل، يعني الأب أو الأم تنقلها للأولاد، أو أحيانا بيكون الأب والأم عندهم المورثة مخفية بنسميها وبتظهر عند الأولاد، ففي أمراض وراثية مثل حصيات السيستين، هي مرض وراثي بينتقل بصفة بنسميها نحن متنحية، يعني بيكون المورث عند الأب والأم بينقله للأولاد، فالابن إذا أخذ مورث من الأب والأم بصير عنده الإصابة، هي اسمها حصيات السيستين، هي وراثية. في بعض الحصيات حمض البول أيضا كمان وراثية البعض منا. في منا بعض الأمراض مثل ما ذكرنا، مثل أمراض الغدة جالات الدرق بتعملنا حصيات. في بعض الأدوية اللي بناخدها مثلا الفيتامين د شائع كتير واحد ياخده، يعني هي مثل الموضة الطبية أو الدوائية، بيقول لك والله تعبان رح أخذ فيتامين د كويس كتير بأول عظام هي، فإذا أخذناه بإفراط هاي الفيتامين د بيزيد من امتصاص الكلس عن طريق جهاز الهضم بكميه كبيره، وبالتالي والفوسفور، وبالتالي هالكالسيوم بيروح من الامعاء باتجاه الدم بعدين باتجاه الجهاز البولي بشكل حصيات. فكادويه ايضا الفيتامين د، الفيتامين سي اذا اخذناه بكميات ايضا كبيره ممكن يرفع لنا الاوكسالات ويعملنا تشكيل الحصيات. في بعض الادويه مثلا بنحضر الضغط مثل دواء المدرات بترفع حمض البول، مثل لازيكس، هي كثير في مرضى الضغط بياخذوه، او المدر الثاني بيرفع حمض البول ممكن يرفع لنا الكلس ضمن البول، فهالادويه هي ممكن ايضا تساهم بتشكيل الحصيات. في امراض اخرى
يعني مثلا في بعض الاورام بترفع لنا الكلس ايضا، والكلس ايضا بترسب بشكل نحو سيار. فهي باختصار بس مثل ما ذكرنا انه الاسباب غير الواضحه هي الاشيع، يعني واحد بيكون عنده بحصه بندور على مشكله سبب عنده ما بنلاقي، هي الاكثر شيوعا. هي الامراض اذا وجدناها بتنحل المشكله، ما عاد بتشكل عند المريض حصيات تالي اطلاقا، لان عرفنا السبب وعالجناه. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن الاعراض، كيف ممكن المريض يحس انه معه حصى بالكلى او يحس انه في شيء، يعني المفروض انه يروح لعند طبيب مختص حتى يعمل التحاليل، شو هي الاعراض اللي بتظهر عليه؟ هل فيها وجع او الم كثير؟ طبعا اكيد الاعراض بتتراوح بين الالم الشديد، يوصف الالم الكلوي من اشد الالام مثل الم الاحتشاء العضله القلبيه او التسلخ الابهري، الم شديد جدا جدا، بيكون باحد الخاصرتين. فهالالم طبعا ما بيصبر عليه المريض كثير، مباشره بيروح لعند الطبيب ليلا مثلا. في المريض بيجينا الساعه 3 بالليل، الساعه 4 بيكون صار بالاسعاف لانه الالم شديد لا يحتمل. هي كالم ممكن يجي على شكل تبول دموي، يصير المريض يبول دم سواء مع الالم، يعني سواء كان جايته الجريزه ولا لا، ممكن يكون في عندنا تبول دموي من اول بول لاخر بدون جريزه نهائيا. هالتبول الدموي بيحمل صفه انه بيكون في خثرات ايضا، ممكن بيطلع شقف دم، بنقول للمريض بيطلع شقف دم معه مع او بدون الم. تبول دموي هي ايضا احد الاعراض، ممكن يجي على شكل اعراض مثل حرقه بوليه، مثل اعراض التهاب المثاني، بحرقني البول، بدي اطلع لبرا كثير، هي وقت بتكون وصلت البحصه لاسفل الحاله. وممكن تكون صامته، الحصيات الكلوي ممكن تكون صامته تماما، بيجينا مريض لك والله يا دكتور قالوا لي في عندك بحصه بالكليه، عم يعملوا لي ايكو لسبب ثاني، قالوا والله في عندك بحصه بالكليه. فهي الحصيات بتكون صامتة، الحصيات بتضل بالكلية بتضل صامتة، الحصيات بتعلن عن نفسها وقت بتتحرك، بتنزل بالحالة بتعلن عن نفسها أو وقت بتعمل التهاب في مكان وجودها. فهي هي الاعراض الاشياء للحصيات الكلويه. نعم نعم، يعني يمكن كمان في بعض التساؤلات من الشارع السوري رح نتعرف عليها قبل ما نروح للوقايه والعلاج بشكل مفصل من حضرتك، ويمكن يعني انت تكون عندك الجواب الشافي لكل الاسئله اللي موجوده واللي رصدتها الكاميرا مع زميلتنا نيرمين علي عمار، ورح نتابع سوا الماده. ممكن اساله ليش، شو اسباب هالحصى الزايده يعني عند هالكل العالم، هي اكثر شيء يعني شو اسبابها مشان يتحاشى الواحد هالقصه هاي، شو علاجه؟ هذا اهم شيء يعني بالنسبه له، وشو الاكل المفروض يتاكل وشو اللي يمتنع عنه؟ ينصابوا في الاطفال يعني هذا مرض حصى الكلى وايش تاثيراته على الطفل؟ اذا كان الاب والام معهم او عائله الاب والام بيجوا الاولاد معهم هيك انه بيكون مرض وراثي، او اذا هو الانسان مثلا اذا تناول شيء او تعرض لطقس ما انه بصير معه هالشيء. شو هي الاعشاب اللي بتفيد يعني؟ فينا نعرف شو الاعشاب الدواء البديل عن الحب او العمل الجراحي او حتى الابر، شو سبب تكوينها والطرق اللي ممكن الواحد يعالجها. انه بصير مع كل العالم يعني اذا ما شربوا مي كثير، ولا في ناس معينه بالوراثه بصير معهم او شيء؟ شو مراحل العلاج لهذا المرض؟ نعم دكتور، كثير يمكن سمعنا في اسئله جاوبنا عنها، وفي اسئله يعني لسه ممكن هيك الاستفسارات الواضحه تكون يعني هلا ناطرين العالم. تمام، في سؤال في شيء لفت انتباهها؟ اكيد في هالصبيه اللي حكت تقريبا بالاخير اللي قالت كل شيء ما بيشرب مي صحيح بيصير معه بحصه. خلينا نعرف هي القصه وقد ايه لازم بالشتاء، هلا الناس ما كثير بتشرب مي، قد ايه لازم نشرب مي؟ تمام، هلا مو كل شيء ما بيشرب مي بيصير معه حصاد، مثل ما ذكرنا في اسباب وراثيه لسه ما عرفت بدقه، ممكن تكون إلى دور بتشكل الحصيات، هي بتكون على مستوى الكلية الوراثي. فممكن هاي البروتينات اللي في بروتينات ناقلة على مستوى الكلية، هي مثلا بترجع الكالسيوم للجسم، بترجع حمض البول، فممكن يكون فيها خلل
هالخلل يؤدي لتشكل حصيات لسه ما انعرفت هي بدقه. لذلك مو كل شيء ما بيشرب مي بيصير معه بحصه. بس نحن المريض وقت بيجينا معه حصيات هون صار شرب الماء بالنسبه له ضروري. بكل احوال الماء مو مضر، يعني اذا الواحد شرب مي زياده ما راح ينضر نهائيا، مو مثل اذا اكل لحوم زياده بينضر او دهون زياده بينضر او سكر زياده بينضر. المي هي الواحد اذا كثرت منها، طبعا مو كمان يشرب واحد 10 لتر باليوم، اذا كثر منها ما بينضر. فلذلك شرب الماء منصوح به بكل الاحوال. هلا حكينا عن المعالجات والهي، بالنسبه للاعشاب الطبيه الاعشاب في واذا بتغني عن الاعشاب الطبيه، نحن ذكرنا بعض الاغذيه المفيده وبعض الاغذيه الضاره. يعني هلا نحن ما بيهم، يعني ممكن يكون في غذاء مفيد لحصات وضار لحصات ثانيه. يعني الماكولات اللي فيها فرضا سترات هي شيء جيد، يعني السترات موجوده خاصه بالحمضيات، يعني بعصير الفواكه في سترات بكمية جيدة. واحد اثنين هالسترات هي بتتحول بتخلي البول قلوي أكثر، وإلى فائدة في عدم تشكل البحصة، ما إلى فائدة بأنه البحصة موجودة بتحلها أو بتطرحها، لا، فقط في عدم تشكل البحصة. فهي السترات نفسها إذا كان في عنا فرضا حصيات بنسميها إنتانية، في نوع من الحصيات ناجمة عن الالتهابات، يعني الناس عندهم التهابات بولية متكررة بجراثيم محددة اللي بتشطر او بتقسم اليوريا، اليوريا هي منتج نهائي للبروتين، بياكل بروتينات، اخر منتج بتطرحه الكلي اسمه اليوريا، هي منتج سام بتطرحه الكلي بتطلعه لبرا، في جراثيم لسه بتستقلب اليوريا زياده فبتحولها للامونيوم، هالامونيوم بيرتبط مع الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم بشكل حصيات انتانيه بتكبر بسرعه، هي مو كل عند الناس بتصير، عند اللي عندهم انتانات متكرره، والانتانات البوليه هي عند النساء اكثر من الذكور. فإذا أخذنا السترات عند هدول المرضى ممكن ننضر، فممكن أغذية تفيد بمكان وتضر بمكان ثاني. فلذلك كأغذية مفيدة مثبت إفادتها منقول يعني ما في غير هالذكرنا. هلأ الريحان قالوا عنه، أنا ما عندي معلومات عنه. زيت الزيتون أيضا يعني ما في أي مرجع ذاكر أنه زيت الزيتون بفيد، أو صحيح ومزلق بالعادي، بس نحن الشعب السوري زيت الزيتون دائما، هو زيت الزيتون مفيد لامراض القلب، لامراض، بس بالنسبه للحصيات الكلويه نحن طبعا بننصح فيه كدهون مفيده، هو فيه دهون مفيده جدا، بس كحصيات كلى لا، يعني ما اثبت لسه البحصه. يعني مثلا بيقول بنفكر الزيت بتنزل البحصه بتنزل، هي اللي بيصير على الحقيقه عادةً ما بيصير بجسم الانسان. بيقولوا شيء كمان يعني تمام. بالمفهوم الشعبي اللي هي ميه اللبن، بيقولوا ميه اللبن كمان، ميه اللبن طبعا، ميه اللبن فيها مواد ايضا بتحل الكلس، يعني ممكن بتحل يكون الكلس مفيدة في الحقيقه، ولكن هالموجود في الحقيقة بالجسم بيتغير تماما، يعني باستقلاب الجسم بيغير المادة كاملة، فعادة بياخذ الشيء المفيد وبيطرح الشيء الضار. لذلك اللي موجود بالحقيقة ما فينا نطبقه على جسم الإنسان. تمام. لذلك مية اللبن أو الرمان أو هي لا، ما في فائدة لشيء دون آخر. الرمان فيه شوية سترات كمان مفيدة، بس السترات أكثر شيء موجودة بالحمضيات. طيب دكتور خلينا نحكي طبعا شوي. لازم نبتعد عن الأدوية الضارة، يعني الأهم من كل شيء، إذا واحد معه بحصة نحن نعرف شو تشكيل هالبحصة، يعني وقت اللي بيطلع البحصة ليكبها بياخدها ويحللها. فإذا كان فيها أكزالات الكالسيوم مثلا بنشوف بنخفف الأكزالات بالأكل، الأكزالات موجودة فرضا بالسبانخ، موجودة بالشاي بنشربه كل يوم، بيشربوا شاي كتير، موجودة بالشوكولا، موجودة بالفاصوليا وتوابعها البازيلا وما شابه، فلذلك بنخفف منها. اللي عنده حصات حمض البول بنقول لا، خفف الماكولات اللي فيها حمض البول وخاصه اللحوم. هي افضل معالجه، يعني نحدد الحصات شو هي ونعالج على اساسها، هي بيكون افضل بكثير. اذا عندنا حصات سيستين مثلا نعطيه للمريض، بنقول له زيد من عصائر الفواكه، زيد من السوائل، ونعطيه ادويه بتخفف كثير من ترسب البحصه ضمن الكلى. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي عن العلاج، ايمت بيكون دوائي وايمت بنلجأ للجراحة، وخصوصا حال يعني صرنا نسمع كثير هلا عن عمليات التفتيت تفتيت الحصى بالليزر، البعض بيخوف منها بيقول رح ترجع تتشكل مرة ثانية، شو رأي حضرتك طبعا بالموضوع؟ الحصيات اللي بتتعالج دوائيا، يعني واحد بتجيه كريزة بيكون عنده بحصة، وقت اللي بتنزل البحصة عادة بتكون هالبحصة حتى تنزل بالحالب لازم يكون قطرة تقريبا يعني قريب من قطر الحالب، فبالحالب في ثلاث تضيقات، 2 ملم ل 4 ملم التضيقات، البقيه بتكون بتوصل لحد 8 ملم. فهالبحصه مثلا اذا 8 بتنزل، بس بدها توقف عند بهي المحلات المحطات هي اللي فيها تضيق فيزيولوجي بالحالب، فبتسبب وجع. هي ممكن نحن بنقول
هالبحصة قطرة 5 مليمتر 6 مليمتر بتسبب وجع كتير، بننتظر بنعالجه بالأدوية مناسبة بتخفف من مكان الاحتكاك، بيصير شوية وزمة والتهاب، نعطيها الأدوية المضادة للالتهاب والوزمة حتى تمر الحصاد بسهولة، هي بتتعالج دوائيا. الحصيات الكبيرة لا، ما فينا نعالجها دوائيا، فمنعالجها بطريقة التفتيت، منفتتها من خارج الجسم، وهي طريقة كتير ناجعة. جهاز التفتيت بيصيبها بشكل مباشر وبيفتتها لقطع أصغر قادرة أنها تطلع بشكل طبيعي. الحصيات الأكبر من 2 أو 3 سنتيمتر ممكن تحتاج لجراحة حتى نشيلها عن طريق الجراحة. بعدين الوقاية هي أفضل، مثل ما قلنا شرب المي كتير مهم على مدار اليوم، ولكن أهم قبل النوم، لأنه الفيزيولوجيا الكلي بتركز الشوارد بالبول ليلا. الواحد بيكون نايم وتكون عم تتركز الشوارد بالبول، لذلك وقت بيفيق بيكون لك بولي غامق، هي فيزيولوجيا طبيعية للكلي. لذلك وقت نشرب مي قبل النوم بنمدد نحن البول أوتوماتيكيا، يعني منعاكس الفيزيولوجيا الطبيعية للجسم، فبنشرب مي دائما قبل النوم وعلى مدار اليوم، ولكن خاصة قبل النوم، هي بيفيدنا كتير كتير. نعم. مثل ما قلنا منخفف هالمأكولات اللي إلها علاقة بتكوين الحصاد. نعم دكتور، يعني معلومات كتير أعطيتنا إياها لليوم عن حصى الكلى، بدنا نتشكر وجودك معنا، وإن شاء الله كل اللي سمعنا يستفيد منه. إن شاء الله. شكرا لكم كمان، نتمنى نكون قدمنا جزء من الفائدة للأخوة المشاهدين. شكرا لك. شكرا كتير لكم. شكرا لك دكتور.